واشنطن تشعر بالغضب من الاستفزازات الإيرانية تجاه زواريقها الحربية في الخليج العربي. البيت الأبيض حذر طهران من حساباتها الخاطئة في مضيق هرمز، مؤكدا على لسان متحدث باسم الإدارة الأمريكية أن سلوك الزواريق الحربية الإيرانية غير مقبول حتى وإن كانت النوايا لم تتضح بعد. البنتاغون كشف أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت عيرة تحذيرية باتجاه زورق هجومي إيراني بعد اقترابه مسافة 193 مترا من سفينة حربية أمريكية. وقبل ذلك بيوم استفز زورق إيراني سفينة حربية أمريكية أخرى في مضيق هرمز. طهران وعلى لسان وزيرها للدفاع حسين دهقان أبدت نيتها الاستمرار في الاستفزاز، حين قال دهقان إن بلاده ستواجه أي سفينة أمريكية تدخل مياهها. ورغم تحسن العلاقات بين البلدين إلا أن ذلك لم يمنع الحرس الثوري الإيراني من احتجاز 10 بحارة أمريكيين لساعات عديدة يناير الماضي. وفي الشهر ذاته حلقت طائرة استطلاع إيرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان في مياه الخليج العربي.